إيمان بودلال وهي طالبة في 26 من العمر من أصل مغربي تعمل منذ أكثر من عامين في أحد المطاعم الكثيرة التي يضمها مجمع ديزني لاند. لي شيلتون المتحدثة باسم نقابة اتحدوا هنا بيّنت المشكلة فقالت منذ بداية عمل إيمان هنا تخلع حجابها قبل التوجه للعمل لأن ارتداء الحجاب يتعارض مع النظام الداخلي لديزني. أعادوني للبيت دون دفع أجرتي. حالما سجلت حضوري قال المدير لي تعملين في الخلف أو تعودين إلى البيت. إيمان بودلال تقدمت قبل أشهر بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية وقد حصلت عليها في حزيران يونيو الماضي وقامت بتبديل وجهة نظرها حيال ارتداء الحجاب بعد الدروس التي تلقتها بشأن الدستور الأمريكي الذي يدافع بشكل أساسي عن حرية المعتقد حسب ما قالت شيلتون. سوزي براون المتحدثة باسم ديزني لاند قالت إن المجمع عرض على الشابة حلا عقلانيا إذ سمح لها بمتابعة عملها إلا أنها لم تقبل به. حسب شيلتون الحل المقترح يقضي أن تعمل إيمان في الموقع الخلفي للمجمع بعيدا عن أعين رواد ديزني لاند. بودلال اعتبرت العرض مذلا وقالت يقترحون هذا لأنني عربية مغربية ومسلمة، هم لا يريدون رؤيتي. سوزي براون دافعت عن ديزني لاند مؤكدة أن المجمع يثمن التنوع ويطبق منذ زمن بعيد سياسة تناهض التحامل على الناس. القضية أخذت مجرى آخر قانوني. زهير دراكي، BBC.